افضل مصيف راس البر او مطروح، بس انا بفضل راس البر لانه قريب ورخيص ويبقى فيه نظافه دلوقتي واهتمام بالمصيف بالشط. شرم الشيخ ومرسى مطروح، ومرسى مطروح انا مرسى مطروح ولا نيس ولا اي بلاد في دول العالم كلها، انا لفيت في دول العالم كتير. اسكندريه اكبر يعتبر سياحه مصيف وبخرج فيه، بروح المعموره المنتزه، بروح هناك اعمل شوبينج، اشتري حاجات من محطه الرمل، المنشيه. فاسكندريه بصراحه بالنسبه لي جميله جدا لان فيها خروج كتير. مرسى مطروح فيها شواطئ جميله وحلوه، فيها شواطئ يعني ميتها نظيفه، عن اماكن، وفيها اماكن سياحيه حلوه برضو تحب تزورها وتقعد فيها. رحت العين السخنه وهي بحرها جميل وميه بصيمتها مالحه، وانا انصحك ان انت تروح العين السخنه. احب الصراحه صيف مثلا شرم، الساحل، بس يعني مش بتكون مده كبيره، يعني مده على قد بس بتكون يومين بس. مرسى مطروح هو ميته حلوه اولا، والخروجات بتاعته بالليل حلوه. مرسى مطروح يعني ميتها نظيفه جدا جدا، فيروز زي ما بيقولوا كده، وشواطئها نظيفه، واهلها ناس كويسه محترمه نحب نتعامل معاهم على طول، ونفس العيشه اللي هناك هي هنا، مفيش غلاء يعني في المعيشه هناك. مرسى مطروح هي احسن، يعني شواطئ جميله تمام، والاماكن هناك حلوه. يعني بنستنى المصيف عشان الميه ونلعب بقى في الميه، فاهم، نقعد بقى وقت كبير، وشنا يسود برضه عشان نعرف ان نعرف الناس ان احنا رحنا مصيف وكده. المصيف عشان الجو والتغيير جو وراحه نفسيه وكده يعني، فبنروح ناخد العيال ونصيف هناك، نزور البحر، والاولاد بيجوا وبيبقوا مبسوطين، وبتبقى في لمه، وبناخد الاكل كده ونطلع كل يوم على البحر نتغدى، بتبقى رحله جميله يعني، وبتكسر التعب بتاع السنه كلها. جو البحر، انا عامه انا احبش انزل الميه، بس احب استمتع بجو البحر كده. انا بحب البحر، فانا بستنى المصيف عشان البحر اصلا، وبنخرج كلنا مع بعضينا وكده يعني. بصراحه الخروج هناك بيبقى ممتع جدا، وان احنا بنخرج بالليل وبننزل الميه وكده، فبصراحه هناك شواطئ كمان، في كذا شاطئ هناك كويسين يعني. وانا في المصيف بشيل هم ايجار الشقه مثلا، او الشقه، او تدوير الشقه، ادور على شقه، بس هو بس الواحد يشيل الاكل بس، انما ما فيش اي حاجه، احنا بنحجز وبنروح وبننزل البلاج، بس هو الاكل بقى بتشيله، وبعدين بقى بتاخد الميه والشاي الكولمان والحاجات دي، بس هي دي اللي الواحد متضايق بس. لما اكون شايل حاجات كتيره يعني لبس بتاع حاجات كده، ما بحبش اشيل حاجات كتيره، دي اكتر حاجه. الاول مصيف بنروح عشان نغير جو، مش بنشيل هم حاجه عامه. اكتر حاجه بشيلها ما الاسعار، الصراحه هناك غاليه جدا في الساحل، بس يعني عادي بجهز نفسي قبل ما اروح، بجيب حاجات اللي انا عايزها محتاجها. اول في المصيف بشيل هم المواصلات، ده اكيد ده حاجه اساسيه، يعني ما معكش عربيه تضطر تستنى العربيات اللي هي بتاعت الداخليه وكام ده، وتاخد وقت كتير، وفي نفس الوقت العربيات قليله جدا، عدد قليل جدا وناس كتير، بس ما شاء الله يعني. الاكل بس هو ده اللي ببقى شايل همه، لان في اكلات معينه اولادي بيحبوها انا ما ببقاش لاقيها هناك. لا ما بقاش قلقان من حاجه هناك في راس البر، ما فيش حاجه تقلق فيها لانها مصيف جميل يعني.